اليوم لأسأل كل واحد منا وأنا قبلكم، إذا مات أي إنسان منا اليوم على حاله التي هو عليها، على الأعمال التي يعتاد أن يفعلها، كيف سيموت؟ إيه أكتر حاجة أنت بتعملها كل يوم؟ اللي هو الطبيعي إن أنت كل يوم في الحاجة دي. هناك بعض الناس هم الأول في الحياة الكورة، مش بيتفرج على الكورة وبيتكلم في الكورة وبيشوف استوديو تحليلي وكذا وكذا. بعض آخر المسلسلات الهندي والتركي ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. البعض الآخر جلسات المقاهي وكذا وكذا وكذا، والبعض 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 والبعض. ما هو العمل الذي تداوم عليه كل يوم حتى يكون الطبيعي إذا كنت يقول الناس فعلا فلان ده والله كان عمره كله عايش في الموضوع ده فطبيعي يقول كده. زي الحاج الدولي رحمة الله عليه، الناس كلها ماتت الحي يقول الطبيعي الراجل ده يقول كده، الراجل ده عمره كله كان عايش كده. فلما مات كده محدش استغرب. ده هو قال لو ما كانش مات كده كان دي حاجة غريبة. كان ده اللي هنقف عنده مش زي الراجل ده ماتش كده كويس. فجئنا اليوم لنجاوب على سؤال كيف نفوز بحسن الخاتمه.